La 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 يا ضيعة مبعوفك يوم مهما علي كتر اللوم انت عيوني وانت النوم وانت الدمعة عفدودة مشتاق لك يا رماني والدود الفي دالي صبايا الضيعة العلياني بعد ما تفارق بالي آه يا قلبي الثورة الرقمية جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث هناك ناج وحيد أم التنافس الفوق. تشم انت تشم ولك الفرام عندك نقطة أول السطر. شو دعست ها؟ شو دعست؟ كلب ولا حمار ولا شو دعست؟ لا سيدي دعسنا بني آدم. بني آدم؟ ليكو سيدي هرب هرب يا هم لالي يا هم لالي عندك جوز والله أنا المجرم أنا المجرم. بالمقلوب أبو نادر المقلوب سيدي. نعم بعيونهم نعم بعيونهم على هالبناطلين. طيب يعملوا القفا مثل الوش وبيخسروا بتعرفوا لا حسيان بشرفي ما في احلى من بناطلين ايام زمان تبعون الدكه بتلبسوا على القفا ولا على الوش نفس الشيء حتى لو لبستوا على عمياني ما بخربط الواحد. طلع لي هذا السايد يلا 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 قاعدين نمزح معك ها ولك اطلع 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 من هنا قاعدين نمزح معك هالقط والفرق قاعدين نلعب هاني بوري قاعدينك ولك وين الفرد وين الفرد قطة ولا زبة. شو اسمك ولك؟
سعد شو؟ سعد شو؟ ولك بقول لك اسعد شو؟ والله نسيت سيدي، والله نسيت بالخوف. خايف؟ خايف ها؟ والله خايف يا سيدي خايف. شو عامل يا حبيب قلبي لحتى خايف؟ عامل شي ها؟ والله يا سيدي مستعد اعترف بكل شي، بس ما تسلخوني فلا بعترف بكل شي. هات لشوف، اعترف يا سيدي. شو بدي اعترف؟ والله بوم والحق علي، الحق على هنا، هو الحق على هنا. ها؟ على مين؟ جودة سيدي، جودة ولد فشني على الشغلة، قال لي انه وقفني هناك بس يجي حدا وتصفر لي. انا ما عملت شيء، والله والله ما عملت شيء، حتى ما لحقت صفر له. احتراماتي سيدي، احتراماتي سيدي، يا هم لالي يا هم لالي، بيشرفك خرج الواحد يحترم هيك ناس نايمة ما في حدا مناوب انت وهذا الطشم. حاضر سيدي. خلاص هنا ما عم بحكيك. يا سيدي الله وكيلك، انا صار لي 15 سنة بهالمخبار، ما تسجل عندي ولا صار ولا جريمة قتل. لا سيدي بيكون صار، بيكون صار ولا ما بيكون صار؟ بيكون صار بس بيكون نايم. سيدي خلاص انا بعترف اني مزنيك، بس بعطيك عهد ووعد بانه ايمتى ما جيت على هذا المخبار راح تشوف فهنا واحد فايق. تنشوف تنشوف هالسوالف هاي. هذا الطشم بيقولوا انه بواحد اسمه شو اسمه؟ جودة. جودة مين هذا جودة؟ جيبوا لنا اياه، جيبوا لنا جودة. حسان اركب على هالميتور وروح جيب جودة. لا هذا سيدي بتلاقوه بتخبي تحت المجلة. ها شو قلت لي اسمه الكامل هذا؟ اسعد خرشوف سيدي. ايوه ايوه سيدي ايوه مضبوط، بس خشروف ما خرشوف، خشروف سيدي خشروف. يا اخي خرفوش خرشوف كل واحد. اسمع بتوقف لي هذا اسعد خرفوش وبتروح تجيب لي جوده. خشروف سيدي خشروف. لك خلاص ولا سيدي عم يقول خرشوف يعني شخروف. ها صفت الشيء مشي الدوم يا شوف. خلاص خلاص فرق كلمه واقف الدوم. سيدي تعرف انه انا بحبك. انا بحبك خاطر وصل ده، بس حبون عليك كتير. لا سيدي هلا معقوله تعترف للغربه لي ولا لي ما تعترف؟ لا والله يا سيدي وحياه اختي وحياه محمد اعترف لك انا، بس هذا سلنكو بنحموي لي. لا مجنون انت، حدا بيجي بدب لك كرمه متسكتت. والله لفرجاني الاسلنكو بشوفه، بس قال لي لا شوف شو عاملين؟ يعني هن ليش جايين يحققوا معكم؟ آه جاي يحققوا معك هونون لعبة شعفوري. بس جودة لا مو جاي جودة، هو بيحكي لك كل شيء من طاطا. السلام عليكم. وعليكم السلام، لأنه أنا ما بعرف لنا التوسع. جودة بيعرف كومي كم شيء نعمل شيء. حركة شوف يلا يلا ولا شو؟ آه لا حسام ما تفايش يا جودة. قلت لك بلاها بلاها ما كنت تسمع مني، ورحت قلت له لأسعد شو شو عمل فيك شايف؟ بالاذن منك ثواني اخي حسان ولك بدي اطلع انا بروح على الصبايا العمك بعيونك. تعال عمنا جاي جاي ما تطول يلا ناطر هالبقره يلا جاي بدك ترجع بدبرك. اطلع اطلع يلا روح رحله زيت منيحه. والله بس ولا راسك بس ترجع بس هيك. ليدا ليدا ها خير شوفها. الله يساعدك على هالرجال اللي عندك يا مديحه، ويسامحوا لأهلك ما عرفوا يجوزوكي كلها الدم. ولا بلا حكي فاضحة، دب إلا ضبع أحسن ما يكون بلا وجدان. مين بلا وجدان ولا؟ يلي عم يحلب لنا المعزاية بالليل ونحن نايمين، ولا مفكريننا ما منعرف؟ الحق مالا جودة، المال السايب بيعلم الناس على الحرام. لك شو سيب الزمان؟ حاطين لهالمعزاية بالبايكة ومسكرين عليا، شو سيب الزمان بس بدي أفهم؟ إرك بيقفل للبايكة. ليش جوزك فهنا قفل بيعصى عليه؟ لك حطتنا اللي فوقنا واللي تحتنا حق قفولة للبايكة ولأن الجيش. صحيح عسيرة إن الجيش. بدي حلفك بضميرك بناموسك بإيمانك بشرفك، اديك البنة مين سرقوا من عنا؟ قلة الموسى بدي يكون شي نمس. لك حبيبتي شبك انت؟ لك النمس بياكلوا للطير بنتفلوا ريش وتنتيف، لو كان نمس كان بيّن. هلا بدك ديك بعطيك ديك اذا شاكه فيناها، بس ما بني. لك ما بدي ديك، ما بدي لا ديك ولا دجاجه، بس خلي جوزك يحل عن البقيه. طمني جوزك قرع لهنا، الله اعلم الله اعلم قديش رح يضل جوا. ليش شو دخلوا جوزي بالناس؟
كم شحنة موجودا، ما عيب على جوزك يروح لحاله، كان جودة دائما ياخده معه. الله لا يوفقه، كان ضروري يدله على هالطريق. ايوه لا استنوا لا، ولما بدك تشحط بيت بتصير حلس بلس نوع من الجيش، لما بدك تشحطنا على المخفر ابوك على الخريطه ما بتعرفوا شبرا. السلام عليكم. فوق لا يا اخي استاذ، هو اللي دفشني. لا تقول استاذ. اسفين. شو كان اسمه هذا؟ جوده ابو خميس. جوده ابو خميس. السلام عليكم ابو نادر. الله عليك سلم فيك كل عظمة يا واطي. ولا أنا كنت فكرك واحد آدمي ضعف واحد بلا شرف. أطول بالك، شو بيقول المثل؟ والله في كثير مثال، أنا واحد منهم. دي هذا تبع الجرة طبها وبطلع البنت لما بيقول المثل الشعبي. لا خلص ساوي شو بيقول سيدي. المثل الشعبي بيقول التلم الأعواج من التور الكبير. سيدي أنا التلم الأعواج بعترف بس. ها الشطر الأول فهمناه، والثور الكبير مين؟ أبو نادر أنا مالي في استودها، بس أنا شفته بعيوني للثور الكبير هو اللي بلش، ولو ما شفته بلش ما كنت بلشت. رح مسككن راس الخيط، وأنتم بذكائكن سيدي بتعرفوا مين؟ المختار البيسة. يا هم لالي يا هم لالي، إحنا فكرنا واحد بس اللي له علاقة بالموضوع. طول بالك يا سيدي طول بالك. لعسه روح لشوف، جيب لي المختار لهون. اشحط لي اياه، شحطت لك ليه؟ لعم تخلفني عبر اللي ما نعتبره. هذا سيدي قلت لي الامن مستتب. ها سيدي هلا يعني من بعد اذنكم اذا هيك بتتكرموا علينا ممكن تفهمونا يعني شو القصه هسه؟ بس يجي حضره المختار من فهمك. خذ لي هذا الشنتير وحطه مع رفيقه هذا الخرفوش. سيدي خشروف خشروف ما خرفوش، بس انا شو ذنبي تحطوني مع الخشروف سيدي؟ هاي قلنا لكم المختار. ولكم انت اللي بنقول لك خذوا اياها. حركة كاملة حريص انت. بتعرفوا لو جودان انا كثير بحبك، وانا بموت فيك ابو نادر حياتي انت. هات بوسه بلان. بس انا كثير عيبان عليك. لا لا خير ان شاء الله. هلا معقوله تعترف للغربت لي ولالي ما تعترف؟ فشل الغريب والله فشل. هات لشوف قلي شو القصه وليش بدهم يحاولوا معكم. المختار صاحبك هو اللي بلش القصة، بس تجيبه بتعرف كل شيء. لك انت رمست الخيط. ما رح رمستك لتجيب المختار وشوفه مكلبش وقاعد معي بنفس الهووش. ساعتها برمست لك. هيك لك ها؟ هيك. يلا عملوا شو بقى تحرك الشوف. ولا ولك ضروري تقرب تعترف. نقطوني كمسوني، طالما نقطوني لازم اعترف. قلت بعترف على الحق. ولكن قبرت وقعت وقال حولك ضروري تجيب معك الناس على الحبس. لك اذا ما اعترف بالتحقيق بدي اعترف بالفرقه. خليني الخصم الفرقه واعترف بالتحقيق مع سام. افسدت على المختار راح يجيبه ان شاء الله ما يعترف. ومن امتى انت مهتم بالمختار يا حنان؟ لك مالي مهتم فيه ولا جحاش. عم بقول ان شاء الله ما يعترف مشان يرفعوه فلا، لانه اكيد ما راح يصدقوه. صحيح. ولا تذكرت بعثت لي خبر بديعه اوديك البني ضايع ما مبين. ايدي على راسك والنبي كباسك، ما انت اللي صار. لانك حلفتني. ها اي انا اللي اخذته. تعيونك كنت عرفان عرفان. ولك بس ما اخذت سرقه ولا كله مؤيد على الدفتر عندي مشان الترجع بعدين. اذا هيك معلش ما هو تكون ايدته. راجع راجع لان شغل بالك النظمية. يلا يا حسام. ليش الطمع؟ ما بعرف يعني كان ضروري يعمل لها الشغلة. ابوك ماله بالعادة يعملها. الله العليم من اللي عم بعقله. حسان اخذه للمختار على الموتور لنفهم شو القصة. مساء الخير. اهلا سلي.
كيفكم؟ الحمد لله. شو خير شفتوا لحسان اخذوا للمختار في شيء؟ شو؟ غاب الراعي العاب يدي؟ شمتان يعني؟ لك ليش علي صوتك لا شمتان ولا شيء؟ بالعكس بس قلت لحالي اذا لا سمح الله تهمي له شيء تهمة تقيلة بوكل له محامي من اساتذتنا بالجامعة، والله من احسن محامين البلد. سمعانة؟ لك سليه؟ ليش بيطلع بايدهم يعملوا شيء اذا التهمة ثابتة على هنا؟ اي لكن شو بيطلع بايدهم؟ بيطلع بايدهم ما بس يخلصوا القاتل ويلبسوا التهمة للقتيل اذا بدهم، بس الواح لازم يدفع له. اشي حاري؟ منين بدنا ندفع له؟ منين معنا مصاري؟ ولو علي ما علي ببيع كل شيء في عندي اراضي ولو شو المختار ماله حدا. طلع لك سليم اطلع، ليش واقف تحت؟ لك كيف بده يطلع؟ ما انك شايفتينا نسواتنا اللي حالنا بالبيت، شو بدك العالم يحكوا علينا؟ اصلا انا ما بطلع وما في رجال بالبيت ولو، انا ما برضى، سمعتكم بتهمني اكثر من سمعتي، لكن معناتها خلص تيسر. انا من بكير نازل عالشام، بشوف المحامي وببحث معه حيثيات القضية وبخبركم، يلا تصبحوا على خير. باي عبوفة. الله معك سليم. الله يلعن ابليس. الله يلعن ابليس يا سيدي. 100 مرة يا اخي، مليون مرة الله يلعنه. كنت قاعد ببيتي، لا هم ولا غم مرمضج على الاخر. لحتى اجى هذا اللعين صالح الدكنجي، قعد يوسوس براسي، وسوس براسي مثل الوسواس الخناوس. لحتى فعلت هاي الفعلة. الله يلعن قلة الوجدان والناموس شو بيعملوا. يعني بفهم من هالهرج زبدة الحكي الغاية السرقة. أبو نعم السرقة. مختار إذا بتريد خلي الزلمة يسولف، تفضل احكي. سيدي وأنا أبول بأي شيء بتريدوني، أنا مذنب. يا هم لالي يا هم لالي مذنب؟ هات لشوف. احكي لنا القصة من طق طق للسلام عليكم. ليك يا سيدي واللي زرع هالشوارب بوشك واللي هو رب العالمين، انا قصة من طق طق للسلام عليكم ما بعرف، يلي بيعرف من طق طق للسلام عليكم هذا اللعين صالح. جيبوا صالح جيبوا صالح. اضرب نادر سيدي. مرحبا ولو صالح. اهلين عمي حسان، تفضل فوت. زهرة عم تطبق لي راحة وبسكوت، تعال شاركني تعال. راحة وبسكوت؟ جايب مهمة رسمية وبتقلي راحة وبسكوت؟ يعني لو بيض نص مصيبة. لك خير شوف انا يا حسان. المختار طقك برغي بالمخفر، والمحقق يا هم لالي شخصيا طالبه. محقق ما هم لالي؟ ان شاء الله طقوا له برغي لابو نادر. لا والله ما طقوا له برغي لابو نادر. ابو نادر قاعد بالمخفر مطل التصميم حتى هو ما بيعرف شو صاير. يا عمى جايه دوريه من فوق. من فوق كبرت لهالدرجه؟ لك انت شو عاملي؟ فهموني شو عاملي. بهدلنا حالنا بهدلنا حالنا. الله يسامحك الله يسامحك. والله راح تحركي الجهاب العصب الوركي. قلت لك بلاها ضريت الزب راسي بلاها. يا عمي صالح حسك عينك تجيب سيرة مرتك بالتحقيقها وحياة أختي بيشحطوها وبيقرقعوها وبتختخ بالحبوس. لك يا عمي شو التختخ ما التختخ؟ هاي مرة خرج حبوسها هاي. وإذ كان مرة هاي ما خرج حبوسها حبيبي قدام القانون ما في لا مرة ولا رجال. إذا بتعرف وما فسدت بيعتبروها شريكة يا دبة. روح يكتر خيرك يا حسام. اسمعي يا زهرة لو بجيبي سيرة قدام حدها. عن شو؟ ليش شو صاير؟ لك هلا بدك تمثلي لي على حسان، حسان بيعرف كل شيء، فهمتي؟ ما تجيب سيرة لحد ها؟ يلا طبقي لنا شوية راحة وبسكوت لحسان، يلا. هسا بيقول لي راحة وبسكوت. عندكم بيض؟ لا ما عندنا بيض. يلا يلا خلصني. لك طول بالك ولك حسان، خليني البس الصباط، ما حلو روح على التحية بالشحاطة شباك. لك روح بالشحاطة، أحسن ما تلبس الصباط وتلبكون، هيك ولا هيك بدون يشلحون. بالله، أي لا ما بيشلحوني، طالما راح أعترف بعد مثل سنة، ما حدا بمد إيده علي، فهمتي؟ هذا الحج المليح، الله على قلبي يا حبيبي، شو اسمك؟ سيدي صالح. صالح جرجيرة سيدي. اقعد يا حبيبي اقعد. حاضر سيدي.
هات لشوف يا صالح بقى، احكي له لسيدنا من اول ما بلشت الفكره براسك وبالتفصيل الممل. لا اخي ما بدي من اول ما جت الفكره براسه، اخو مراقي شيء بدي من اول ما بلش، ما في داعي للعلاك. خلاص من اول ما بلشت ما في داعي للعلاك. انت من علاك، انت من علاك. حاضر سيدي، اهرج. حاضر سيدي، بس سيدي والله ما انا بلشت بالاول. ها مين اللي بلش؟ سيدي نص الضيعه، ويمكن كل الضيعه بلشوها. سيدي الله وكيلك، انا ما كنت بلشت بالاول لولا ما شفتهم هن بلشوا، ما كانت اجت على بالي هالفكره. ها عد لي اسمائهم كلهم تشوف. حاضر سيدي. سجل لي اياهم وجيب لي اياهم واحد واحد. حاضر سيدي. خلينا نشيل الورقه بس سيدنا من بعد اذنك يعني. وهي الالم هلا تشوف. عندك ابو محمود سيدي. ابو محمود طبش ولا عفاش؟ اثنيناتهم سيدي. وعندك شاهد. رمضان ولا شعبان؟ اثنيناتهم سيدي. وعندك ابو جوده. حنطة ولا شعيره؟ اثنيناتهم سيدي. اثنيناتهم سيدي. انا ليش عم اعدل لك اياهم كلهم؟ اصلا كل الحاره التحتانيه اشتركوا. اها الحاره التحتانيه امر الله، والحاره الفوقانيه؟ سيدي من الفوقانيه في عنا يا سيدي سعيد وابراهيم. الخميس ولا جمعه؟ اثنيناتهم سيدي. اثنيناتهم. وعندك يا سيدي كامل وعباس. يا سيدي طيب انا ليش عم اعدل لك اياهم كلهم؟ اصلا يا سيدي كل الحاره الفوقانيه من عدس لي. اوف العدد صار كتير كبير والله يا سيدي، بدهم تراكتور لحتى يجيبهم، وحسان لحاله وما بيقدر يقوم بهالمهمه. بقى بتسمح لي روح ساعده سيدي؟ شلون ما بسمح لك؟ انا زلمه ديمقراطي، تفضل اتحرك امشي. احترامي سيدي. حسان لك حسان احترامي يا ابو نادي. يا سيدي مسيك لقلك، طلع عليها الاسماء هاي. بدنا نروح انا وياك هلا نحملهم كلياتهم على التراكتور مع عادل. لحظه شوي، عادل مشترك معك شيء؟ لا سيدي، عادل في الساد وما حدا بخبره اصلا. معناته هلا بدك تروح تخلق لي هنا من تحت الارض، سامع ولا لا؟ حاضر ابو نادي. افتحها انا قدامك. حاضر سيدي. هاي يا صالح، قل لي شو الاسلحه اللي استخدمتوها؟ يعني اربيجيات، بواريد، قنابل، وفروده، شو؟ لا يا سيدي لا، بسلاح الابيض. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، بسلاح الابيض كل هالشغلات سويتها؟ يا سيدي ليش العمليه شو بدها؟ كل يوتا نكشه. سيدي طيربينك من مركز. استعجل لك، لا تعطي هالكنش على الفاضي. الو شو هالتاخير يا محسن؟ ليش لهلا ما عملتوا شيء؟ إيش الله يسامحك يا سيدي، شلون ما عملنا شيء؟ الله وكيلك صرتوا ملك القبض على نص الضيعه سيدي، قال ما عملنا شيء قال. ليش كل ساعه بيجي لعنا اربع او خمس جرحى من ام البلوط؟ جرحى وكتله شو يا سيدي؟ انا قاعد بنص ام البلوط وما في شيء، ليكني وين سيدي؟ طيب تابع شغلك يعطيك العافيه. سيدي ما هون ام البلوط، هون ام الطنافس. شو؟ سيدي هون ام الطنافس، ام البلوط لفوق شوي. وليش ما حكيت من الاول ها؟ وليش انت ما بتقول لي انه هاي مو ام البلوط ها؟ سيدي ما بعرف انا. ما بتعرف؟ خذ روح اتحرك على السياره. تحرك سيدي. انا بضل هون ولا بروح؟ اوه علينا، روح ازربوا مع رفقاته، روح قدامك قدامي. ادهم تابع التحقيق، كلفت بمهمه عاجله، محسن. طلعوا ما مشان جايين، مدري شو صاير بام البلوط. لكم كيف وصلوا لنا؟ مين اول واحد كمش فيكم؟ انا. واذا انا يعني طب راسي كيف كمشوا لنا؟ ما بعرف كيف كمشت، كنت انا هيك واقف وضربوني بالسياره، عينت عرفتني هن هربت، هربت لحقوني لحقوني انكمشت، انكمشت اعترفت، اعترفت انحبست، قلت بوفر على حالي فلقه. يعني ما عرفوا شو بسواي؟ يا جماعة يا جماعة طلعوا ما بيعرفوا شيء. سألوني عن أسلحة وكيف فتحنانا، قلت لهم بالسلاح الأبيض. ما تاري عم يسألوني عن فرودة وبواري. عوافي أليس لك لك الله راي عافيكم. وين تأخرت؟ مصارينا تلعب جيت من الجوع. هيك عدو ضو جبتا جبتا لانو بالشاي. لك شك موسك انت هو ولا خلونا نفكر شو بدنا نسوي قبل ما يرجعوا. ولك يا اخي ما راح يرجعوا، ما راح يرجعوا. كتب له ورقه لابو نادر مشان يكفي التحقيق محله. ابو نادر بيعرف؟ لك لا ما بيعرف شيء.
أنا من وجهة نظري كمحامي ما بتعترفوا. لا اسكت ولا اعترفنا وخلصنا. زرنطيطة سد اللي بوزك خلي سلنجو ياكل هو بيحكي. احكي سلنجو. لا تعطهني لا حق ولا باطل. خلوه هيك للصبح لا ياخذ منكم لا حق ولا باطل. أبو بس كيف؟ شو كيف؟ بخلع لكم الشباك وبعدين بتطلعوا. لك لك مجنون انت لا مجنون، لك بينقشونا لو كنا تحت الارض. زرنطيطة قلت لك سد بوزك وخلي سلنجو يكمل كلامه. احكي ولا حاضر 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 لانه كلامي شوكة بعرف طرات قديمة وعتيقة بعرف هالشيء شوكة اسعد لانه كلامه نو انت السادك اسعد ما شوكة انت تخجيل اللي عم بفقي ولك كل ما افتح الى باجوعك بتستند الى وجه انقبر ولا حشك انت نظرن طيطة بلاش طاوي تبريني عندي يا بتسكتوا يا ما قلتلكن ها هم قاكل ها كمل سلنجو لك يا هم لالي دارع يلا كمان داعم دارع حسن لك حسن يلا سيدي راحة في المكان يلا عمرك سيدي ابو نادر شو اللي هالمهبوط منه شاكولا روح دك لي اياهم كلياتهم جوا وش حطني المختار لهون شعب حاضر سيدي يلا واح واح يلا عادل واح واح لا واح واح يلا انت واح واح يلا ما بتستحي على شرفك ولا واطي تنزل تفسد لتحت وما تفسد لي بحظي ما فسدت لحدا سيدي بعدين شو هاي تفسيدة وما تفسيدة سيدي أنا لما بيجي لعندك بخبرك لأنك أنت العين الساهرة على أمن الوطن دخ راسه كل هوا راس روح لشوف نبش وبحبش وشفني شو صاير بالبلد وارجع وخبرني بسرعة للا منو شي حاضر سيدي بس أنا ما بفسد لا لا من 40 متهم ودفعة واحدة والله ناقشت معك يا أبو نادر رح تعمل ضبط وعلى السين وجيم المختار أبو نادر سيدي دهيمام مساء الخير مختار يا ريت تحترم حالك أنا موجود معكم بمهمة رسمية يعني الألقاب بتتركها بيناتنا وإذا سبتت براءتها وقتها يا هم لولي قولي بدك يا نايم ها؟ أبوك ليك يا حضرة مساعد أول سيادة أنا سيادة ما بتطلع معي غير يا حضرة بعدين براءتي بيشو من شو قلت لي قال؟ من التهمة اللي عم يحققوا معكم فيها من فوق وأي تهمة؟ اسمعوا على الحكي وأي تهمة اللي صالح وردكم فيها لك حاجة مزرعة بقى شو شايفني ولد صغير لحتى واحد مثل صالح يجي وردني بهيك شغلة يعني ما بدك تحترق ليك يا حضرة المساعد سيادة ما بتطلع معي ما أقول ما بتطلع معي غير حضرة لك يا حضرة المساعد لو كنت عامل شغلة شيانة كنت بعترف بس أنا إنسان مؤتمر إيه؟ شو أنا؟ حسان أمرك أبو نادر سيدي اشحط لي يا محل مكان وجيب لي لهون صالح محضورا ما أقول حركوا يا حضر سيدي دعم خير لا تعصبني لو صالحة أنا جمعت نص أهل الضيعة بناء على كلامه شو ما عملتوا شيء خلاص أبو نادر لا تعصب ليك سيدي إذا بدك يوني اعترف بعترف بس لا تزعل اعترف يا شوف سيدي رح أعترف بس الله يخليك حدد التهمة مشان أعترف لك فيها
يا هم لالي حدد لي التهمة لك اعترف بالشغل اللي كنتك تعترف فيه قدام المحقق. شو هي سيدي؟ ولا بدك تدوخ لي انت؟ لك اعترف بالشي اللي كنت بدك تقله يعني للمحقق. سيدي شو بيعرفني؟ ليش هو قال لي شو تهمتي؟ حسان امرك هيك ابو نادر سيدي، خذوا دكوا مع هدول واشحط لي اسعد لهم موجودا. حاضر ابو نادر. تعال العب يا اختي ارنستا. يا هم لالي اسعد تعال. ايش دورك؟ ليش اسعد حبيبي؟ ليش اسعد؟ ما حاب يروح غيري، يعني خاوروا فقوس الشغله؟ لنكون عازمينكم على كاتو انت وياه، حبيبي ما بتفرم انا مين بالاول، يلا تعال تعال. يا رايح رايح شبح وضعك 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 رايح شبح انت وهو شبكه والاشواق في بنتك بتاخذوا السكر بجمعيه. لك مو هيك القصه بس ليكو، اجي من البريه واخذ الاوليه، بس نحمل انه واضي من اعلى ناع مثل النعناع للاخر. هاي خلص بس تبوزها، شو يا سويليح؟ شو صار معه؟ ديروا بالكم يا شباب، ما اخذوا مني شيء لا حق ولا بطل. ما تخاف ما تخاف بختار، هلا هذا الحلس البلس السرسري بيحكي له كل شيء، بعد هيك بعد هيك. ما فا شيء يا ابو ناردير، ما فا شيء، الله وكيلك، يعني لو كان فا شيء ما كنت اعترفت، شو مصلحتي ضل قاعد عندك هم متبهدل على سف ولا بطل؟ لا كيف ما في شيء؟ لا كيف ما في شيء؟ ما انت اعترفت بعد ما تلسينك بانك انت تلم الاعواج والمختار هو الدور الكبير؟ بقى شو عمل الدور الكبير لحتى عملت مثل وعاء؟ يا ابو نادر انا دحشت له بالقصه اسمه دحش لحتى ينوب ونصيبه يتبهدل مثلنا، قلت له حالي يلا يا ولد متبهدلين ومتبهدلين جيبوا المختار معكم، حاج رافع لي مناخيره للسقف البيست النفس. لك ليش لحتى يتبهدل اذا ما عامل شيء؟ انت اللي بدك تتبهدل اذا طلع ما عامل شيء. ليش اللي عاملين شيء بس هن اللي عم يتبهدلوا؟ ابو نادر طول بالك يا طفي شوقي طول بالك شو صاير لك بالاخر؟ مو صاير لي شيء بس اللي بتروح عليه مثل اول مره بس اللي بهالضيع بضل ساكت ضل برا انا بعرف ايش الشيء روح ايش حسان بعد بعد روح حتى روح العمى في عيونك خلص له العمى في عيونك العمى شو واقفين بالبايكه؟ شو شلاوي؟ طمنا شو صار معه؟ شطحته عمي بيسي شطحته ما اعطيته لا حق ولا بطل تاخر وتاخر هيك شبوك طول عمرك تدل طول عمرك تدل لك اسعد كل العالم انكمشت لانك انكمشت بقى ليش ما عم تعترف ها؟ سيدي بالعكس انا بعترف وبقر واعترفت وقريت عن جودي لانه جاري وحبيبي وصديق عمري بس هذوك ما بعرف شو عاملين ما بعرف ماشي الحال ماشي الحال انت قريت عن جودي لعالم غربتليه بدي اعرف بشو هدول الغربتليه احسن مني لحتى ما تقر لي لالي كمان لا يا سيدي الله يسامحك شو عم تحكي انت هلا بقر لك وبعترف لك بكل شيء اذا بدك بكل شيء بعترف لك بالعكس انا بحبك كثير هات لنشوف بخصوص شو بدك تقر لي عن جودي انا لكن انا سيدي بدي اقر لك بخصوص الديك البني وشو قصه الديك البني هذا الديك البني يا سيدي صاير هو ما بني بني لا هو صاير حميروني شوي يعني فاني ريشه حمراء بس نحن بنقول له البني اذا راح البني اجى البني هيك كنت تحكي لنا استبل حكايه عن الديك البني بس هو ما بني بني اسعد خلاصه الموضوع حاضر سيدي فهمت عليك خلاصه الموضوع يا سيدي انه هذا الديك البني الحميروني الاحمر شوي نحن بس بنقول له بني كان يلبس شروال وطربوش لك اسعد لا تجدب عليها انا شوي لي علاقه بالشروال والطربوش لا تخفش عليها سيدي والله ما هيك بس حسب الحكاية حكاية ستي أنا لا شو بدي من حكاية ستك أنا بدي أعرف شو قصة الديك البني تبع جودي لا سيدي هو تبع جودي هذا الديك البني تبعنا بس لا تضرب السخن تبع مين مكان يكون بس قل لي شو قصة الديك البني سيدي هذا الديك البني اللي حبيروني حكيت لك عنه هلا شوي جودي سرقه من عنا ولك أسعد ولك أسعد البن سرق له شي بيشتكي ما بيعترف سيدي أنا وجودي سرقناه سوا وأنا وقفت برا مشان إذا مر حدا صفر له يعني سرقنا أنا وياه لك هلأ في واحد بيسرق الديك تبعه لك شو هالقصة ما بتدخل بالعلولة إذا كان رب بديعة سيدي كنت حردان منه وزعلان منه كتير سرقناه ورحنا أكلناه بالأرض ها
والجنوعية اجت بخصوص الديك تبعك ما هي؟ وحياة المحبة يا سيدي، أنا شو فكرت؟ فكرت إنه مرتي الغشيمة بديعة هي اللي بلغت عن السرقة. شو قلت لحالي بالي بيكون أخوها سلانكو هذا الأفوكاتو هو اللي قايل إنه تبلغ، مشان هيك هو عنده هيك نهفات دائما. مللتني حشكتي بقى، حشكتي، لا اعمل شي بقى، حسام. نعم أبو نادر سيدي، خذوه. مين بجيب لك بداله سيدي؟ لا تجيب حدين، لا تجيب حدين، تفسحوا حناكي من الناس بدي نام. أنا بكرة بتصل فوق وبعرف شو القصة، انقلعوا. هذا سيدي، لا تفهم ديك بضيف. يا شباب يا شباب، إذا بنستنى شوي لحتى يغمد أبو نادر بنومته ويعني شخيره ما أحسن. لك لا تخاف لا تخاف يا عمي، لك شخيره محب الدنيا بصعب عينهم. لك طيب وحسن. لك كمان شخيره محب الدنيا. يلا جاهزي. لك له على الله، لحظة ولا. هلا نحن بدنا نقطع صوت القدوم تبعه. جاهز انت؟ هاي جاهز يا مخطر. واحد، اثنين، ثلاثة، عشو! يا أمي! مشي حالة أول واحدة. اثنين، ثلاثة، عشو! استاذ والله ما قلنا غيرك يا صالح. صالح خشب 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 كمل 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 عشان تقديرنا. يلا عمي يلا يا خوفي يا بديعة، يا خوفي يكون الشغل اللي عاملينه شغلة كبيرة ها وما بيطلعوا منه قبل 5-6 سنين. معقول مشان هيك شغلة يحبسوا البني آدم 5-6 سنين؟ يا أختي إذا ملك الحكومة معناها تقيلة الشغلة، وإذا الحكومة بلحلق شواح ما بتسكت. تيبان ما تواخذوني، ما كنت عارفه إنه بديعة عنا. عم نتسلى مع بعضنا شو فلتوكو؟ فين حطيتي دنكات الموز وطلعيني أنت شوفه بسرعة؟ دخلتيني الحمد لله على السلامة. ما فيني سلامة هلا بشكل فراري، بس نرجع المازوتات بعد الحمد لله على السلامة. بعدين لا لو اختي ما بيطلع لنا صح المكدوس بعد التعبة. لك حبيبي ما تقول فول لحتى يصير بالمكيول، بس نقول له الحمد لله على السلامة بطعميك صحن مكدوس. يعني بيطلع لي صحن مكدوس؟ بيطلع لك لك. يلا يلا يعني شو اللي جبرك على هالشغلة؟ ما كنت أعرف، لو ما معنا مصاري كنا حكينا. تناوة نفس شو بعمل لك؟ آه ناولوني بدون تاني، هاتي لشوف. مين؟ عدولة خادم العدالة.
فوت خلصني فوت. احترامي سيدي. شبك شوفي سيدي، عرفت لك شو الجريمة اللي كل أهل الضيعة اعترفوا على بعضهم فيها. ولك عادة بلا كترة لعي تخول بالموضوع فرن اللي شو القصة. سيدي صهريج المازوت اللي جنط بأول الضيعة مبارحة تذكرته. شبو سيدي شفته، ما خلوا فيها ولا نقطة، حلبه حلب. وأنا رايح على البيت شفته لمرت خالي حاملة بيدون مازوت، زحطته بالحكي وعرفت منه كل شيء. طيب طيب روح هلا. أنا نعسان كثير، خليني أعرف كيف بدي نام والصباح رباح، بنشوف شو بدنا نسوي. يلا سيدي أنا كل شيء عم بعمله خدمة للعدالة مشان طيب وشو. لا تقولوني لا أعمل بشي حاجة تلعب بها، روح. احترامي سيدي. حفظ. حسون لك الناس تلهي المكسورة هلا ما وقت شيلي هالبيتونات من تحت الطاولة لشوف. يلا شوفي سيدي لك شيلهم هات اعطيني. يلا شو بنسوي لك حميل والحقني بدنا رح نطلع من البولة رح نمص عراو. يلا لعم بعيونهم اهل الضيعة لك معها بحب يدفعها لك اشتهيت واحد منهم بس الشف عايز مشروب لك وين ابو الهدر وين رحيل لك طول هو يا والحال اسمو انا سجد شحاب يا ايه شوفي وينك ونقف عني عدوين شايد ومشيد. Thank you.